في حملة متجددة على شعبة المعلومات انه هي عم تتخطى الامور القانون. ما في تخطي للقانون عندنا نحن. هل صحيح انه انتم عندكم معطيات بتثبت وبتدحض ما قال وقام وهاب بحول الجاهلية وفي صور رح تكشفوها؟ هيدا كله عم نعمل تحقيق هلا تحقيق بالمحكمة العسكرية بإشراف فوض الحكومة. كله بعتقد واضح، ما بده شيء. انا باعتقادي نحن بالنسبة لنا واضحة الامور انه مش قوى الامن اللي اطلقت النار على محمد بوتياب. انت برايك هيك؟ حضرتك شو بتقول؟ لا ابدا، لانه الراي العام عنده هيك تشويش صار. ما هيدا من ضمن حمله التشويش كلها ليلته. هلا انا هل ممكن انه اعاده احضار وقام وهاب اذا اخذته اشاره من القضاء؟ قضاء انا لما حدا بس القضاء يعطيني اشاره اتاكد بجيب وبعمل، ويعني اكيد بتاخذوا الاحتياطات اللي احنا وياك فاهم فينا نتصرف على اساس انه لما تجينا اشاره قضائيه انا بنفذها.